السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. فيديو اليوم سيكون عبارة عن وصفة رائعة جدا لتبييض المناطق الحساسة، سواء تعلق الأمر بمنطقة بين الفخذين وحتى منطقة الإبطين، يمكنكم أيضا وضعها على الركب وحتى على المرافق المسودة. هي رائعة جدا، بمكونات يسهل إيجادها، يعني مكونات موجودة في مطابخكم، يعني وهي رائعة جدا. تتميز كل هذه المكونات بخصائصها الرائعة جدا في تبييض الجسم، سواء تعلق الأمر بالطماطم التي تحتوي على كمية هائلة من فيتامين سي وعلى أحماض تعمل على تبييض البشرة وعلى إزالة كل السواد العالق بها. أيضا الكركم أو العقدة الصفراء من أشهر المكونات التي تبيض الجلد، وأيضا هي مضادة للالتهابات، هي رائعة جدا وتعطي نتائج أكثر من مذهلة في التبييض. سأحتاج أيضا للخيار، هذا العنصر الذي يحتوي على كمية كبيرة جدا من الماء ومن الفيتامينات التي تغذي البشرة وأيضا تبيضها وتزيل عنها كل الاسمرار والبقع. أيضا لدي هنا الشوفان، هذا شوفان مطحون، يعني عبارة عن مسحوق، هو الآخر رائع جدا لتبييض البشرة ولتخليصها من كل البقع العالقة بها. يمكنكم أيضا عوض يعني عمل الشوفان أو مسحوق الشوفان في الوصفة، يمكنكم استبداله بأي نوع من الدقيق، كما يمكنكم أيضا عمل دقيق الحمص في الوصفة، هو الآخر رائع جدا جدا. الوصفة اقتصرت فيها على كل هذه المكونات فقط. يمكنكم أيضا من يعني يتحمل الليمون الحامض يمكنه إضافة قطرات فقط، لكن من كانت بشرتها حساسة تكتفي بهذه المكونات فقط. لنمر الآن لعمل الوصفة. الآن سأستخلص عصير الطماطم وعصير الخيار. بالنسبة للطماطم تأخذون القليل فقط، سأقوم ببشرها على الناعم لاستخلاص يعني محكوكها، وبعد ذلك سنصفيه لاستخلاص العصير. وها هي المكونات. لدي هنا ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان، ولدي هنا ربع ملعقة من العقدة الصفراء أو الكركم أو الكركم. سأضيف إليها مستخلص الخيار والطماطم، ثم سأخلط الكل جيدا. نخلط الكل جيدا كما ذكرت للحصول على خليط متجانس. بعد الحصول على هذا الخليط تقومون بتطبيقه على منطقة بين الفخذين أو أي منطقة تريدون تبييضها يعني في الجسم، وتتركونه على هذه المنطقة حتى يجف تماما ويتشربه الجلد، وبعد ذلك تقومون بشطفه يعني بالماء، وستلاحظون الفرق بأنفسكم، النتيجة مذهلة جدا جدا، بحيث يبيض هذه المنطقة ويجعلها ناعمة ورائعة جدا بدون تصبغات. يمكنكم تكرار هذه الوصفة يوميا في حال كان السواد شديد، يعني وفي حال كان السواد يعني خفيف، يمكنكم تطبيقها مرتين في الأسبوع، فهي كافية للتخلص من السواد. وبعد يعني شطف الوصفة وإزالتها يمكنكم تجفف المكان جيدا، ويمكنكم دهن المنطقة بزيت اللوز فهو رائع جدا، أو زيت جنين القمح، يعني للحصول على نتائج مذهلة
ورائعة، بحيث سيختفي السواد من هذه المنطقة بطريقة طبيعية 100%، يعني دون استعمال كريمات تحتوي على مواد كيماوية مؤذية خصوصا لهذه المنطقة. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركتها مع غيركم حتى يستفيدهم أيضا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات، لا تترددوا في ترك تعليق وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.